بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم هو الأربعاء الموافق 1/8/1441 قابل 25/3/2020، رقم الحلقة 506 بعنوان ماذا يجب علينا فعله عندما نبقى في البيوت. طبعا الله سبحانه وتعالى أصدر أمر، وإذا أصدر أمر فلا راد لقضائه، الناس يلزمون بيوتهم إلا ما ندر من الحاجة والعودة للبيوت، فنحن أشبه بالسجن. الله سبحانه وتعالى أراد أن يسجن الناس في بيوتهم، هو أراد كذا، لأن الناس عندما كانوا يطلعون في الخارج ويذهبون هنا وهنا أكثر أعمالهم وأقوالهم لعلها لا ترضي الله، فالله أراد أن يبتليهم بهذا ويسجنهم في البيوت. طيب ماذا يجب علينا أن نعمل؟ طبعا مرة أخرى أنه يجب البقاء في البيوت، ويجب الأخذ بالأسباب، لأن هذا الله مسبب الأسباب، والحجر الصحي مطلوب في الإسلام. الرسول يعني قال في قصة الطاعون أن لا تذهب من البلد اللي فيه طاعون ولا تذهب إلى البلد اللي يعني تبقى في مكانك. هذه فرصة يا الأخوة والأخوات أن الإنسان يقرأ، يكتب، يعمل، يخترع فرصة إنك ملزوم في البيت. اقرأ القرآن يا أخي، اقرأ عن الكمبيوتر، اقرأ عن الطائرات، عن السيارات، اقرأ، تعلم، خذ دفتر كبير اقرأ، تعلم، كتب، اكتب، اعمل. انت بتبقى في البيت أكثر الوقت، بلاش التلفزيون كثيرا، بلاش الجوالات مرة، اعمل شيء، غير من نمط حياتك. هذه هي حالة استثنائية. ثم الرجوع إلى الله بالابتهال والدعاء، يعني من قال طبعا مع اليقين ويكون ما ظلم الناس ويتحلل من الظلم ومن عبادة الهوى ومن الأوامر التي لا ترضي الله، الواحد يتوب. ليس عيب أن تقع في الذنب، العيب لا تتوب، أن تلجأ إلى الله بصدق. تقرؤون سورة النمل إلى أن تجون من 62، أما نجيب المضطر إذا عافك في السوء. لنلجأ إلى الله، نضطر إلى الله، نرجع إلى الله، معاهد الله. الإنسان يأخذ على نفسه عهد، وتذكر عندما تزول الفتنة هذه أو الأمر هذا أنها لا يرجع، يتذكر أنه كان في وضع، يعني الله سبحانه وتعالى أنجاه. يقول موسى عليه السلام، يقول الله عليه السلام موسى على ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، سورة القصص أعتقد أنها 17، فلن نكون ظهيرا للمجرمين. التزام بالإنسان يبقى في بيته لا يخرج إلا قليل، لما تلزم الضرورة. وبقاء في البيت يستفيد. النوم في النهار غلط، نام في الليل، صح في النهار، سوي لك برنامج، اعمل لك برنامج، الصباح كذا اسوي كذا، الساعة كذا، كانك في مدرسة، الساعة كذا اشوف كذا، اكتب كذا، اطلب الله، اقرأ القرآن، تلجأ إلى الله، ما يكشف السوء إلا الله. يونس عليه السلام، دعاء يونس، دعاء الأنبياء، سورة الأنبياء وفي غيرها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أدعي بها، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت هو رب العرش العظيم، مع الأخذ بالأسباب والنظافة. النظافة الزايدة يعني ما يجب أن تكون، حتى بعض الناس يقول الديتول يطهر أو كذا، لا، الله جهزك بأشياء في جسمك فلا تشيلها، الله جهزك بأشياء في جسمك تقاوم الأمراض. طهارة يعني النظافة المعقولة، ويبقى الإنسان بعيد من الناس،
وسبحان الله كيف غير الأحوال من حال إلى حال، وكان في مشهد من مشهد يوم القيامة. فعلا هذا مشهد مصغر من مشاهد يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه فلاص إلى آخره. انظر الناس ما تقدر تقرب من الإنسان، خلاص عن بعد السلام نظر. هذا يعني درس لنا، ويعني معضلة، يعني الله أرادها، لو أراد يرفعها بسبب غير سبب، الله مسبب بالأسباب، خذ بالأسباب، لكن إذا فشلت الأسباب فالمسبب الله اللي خلق كل شيء وسبب كل شيء. التوبة والعودة إلى الله، ترجيع المظالم لأهلها، عدم الكبر إلى آخره، والثقة بالله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، واكشف السوء، جعلكم خلفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.